المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat Sahibul Bait dalam rangka acara Mapaci saudari Rafika Reski Gama binti Asril. Hadirin yang kami hormati, bahwa acara Mapaci malam ini adalah suatu tradisi warga atau keluarga bersuku Bugis yang artinya membersihkan diri, yang biasanya di dalam peralatannya itu terdapat daun paci atau daun pacar, ada daun nangka, ada daun pisang, kemudian dilengkapi dengan susunan sarung. Semua itu ada makna, ada filosofinya. Namun tidak menutupi kemungkinan pada malam ini kita tidak sempat untuk memberikan semua penjelasan satu per satu. Namun tidak mengurangi keberkahan tradisi warga Bugis, kita akan laksanakan dengan mengucapkan basmalah sebagai pembuka acara. Untuk itu marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan barasanji. Kepada bapak-bapak yang telah hadir, kami mohon dengan ikhlas dan kerendahan hati atas nama Bapak Asril sekeluarga atas kehadirannya. Kepada beliau kita persilakan membaca barasanji. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihim. Al-jannati wa na'imuha sallim wa lam yusalli wa sallim wa barik alaihim. Karim bi arvin sadi min salati wa taslim wa sallim wa barik alaihim. وبعد فاكر سيد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اسمه سيبة الحمد من الإنسان مسانية اسمه ابن حاشم واسمه معروف بن مخيم واسمه مغيرة الله من تمر ارتقاء الأولياء ابن كسي واسمه بيان من سمم لسكيم السيب في الأمر الأدنيا إلى أن أدعو تعالى المحرم حراماهما ابن كلابي واسمه كمرو ربن كبير بن كالي بن فر واسمه كريس ومليت واسمه كسين كرسيا وما فوق كناكي ومن الخيرين في رب وأدبر تدام ابن مالك بن عدن كانت فاتمة يحكم دار فاتن إلياس وهو أول من البن الحار الحرمية وسوي في سن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ابن مرب بن نزار ما ابن عدن وحساس الكنة دم الفراج دمناه السنة الثانية ورفعه إلى الحليم إبراهيم مسوح سائر وبا وادنا البرعب من عبد الروب النسبية إلى السبي إسماعيل نسبة ومنتمى مريا وأنا للسمال أجان جلا فسلا فدر أمه لا تمر لي ونسمنا في نحاتي مجيرة القدسية وهذا المحال فلا تسلى الله وسلم نورا يتلى الله سلا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم أسرق البدر علينا فتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا كنت يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالب أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا حروس الحفيقين يا محمد
إمام القبلتين من رأى وجهك يا سيا كريم وأفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميل صالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم الكريم يا لازم الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارس صلى الله عليه وسلم واديا يدير الأرض رفيا رسام إلى سماء العلية مميا بذلك رفيا سدادي وأولى ومسرا إلى رفعة قدري على سائر البرية وأنه عبيب الذي حسن اتباعه وسجايا ودت أم عبد المطلب وهو يتوب بهاتك البنية فأكبر مسرعه وأتر اللهم كبر الكريم يرفع سسي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم يسب في اليوم سبب دب في سر بناية ربانية فكمل قدمه في سلس ومسى في عمس وقوية في تسع من السور بفسه نتققها وسقى ملكان صدر شريف لديها وأخرج منه علقة دموية وجل منه حد الشيطان بسره الغسل وملأه حكمة ومعنيا إيمانيا ثم عاده وجهة من نبوة ختمه ووزنه فزا بألف من أمته أمة خيرية ونسى صلى الله عليه وسلم الأكمل وأصحاب من حال شبا ثم ردت صلى الله عليه وسلم إلى أمي وهي به غير سهية هجر من أن يصاب بمصاب حديث تحصى ووفدت عليها من حالمة في أيام حادجة سيدة الوتية وهبها من هبائه وفريبه با وقدمت عليه يوم هنين فكم إليها وعزته عريهيا وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلني منهما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته أنا أهل الليل وترف النهار
واجعله لي حبة يا رب العالمين. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معاشي معادي، واجعل لي حياة سعادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير أمري آخرته وخير فيها. اللهم إني أسألك عيشة هنية ومنية سوية ومرضا غير محسن ولا فاجر. اللهم إني أسألك خير مسألة وخير الدنيا وخير في كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشهد وقرنا ما أحييتنا واجعله وارثنا واجعل شارنا على من ظلم وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل أكبر همنا ولا مكبر علمنا ولا تسلم علينا ما لا يرحقنا. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا ولا كرهته ولا جاهلا في حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا صلى الله عليه وسلم على أيام المسلمين فأمن بستر من سر تصوم الله برداء وجنب في القابل إسناس رجل وبيعه بيعة حفيا ثم سرم فدى الإسلام بالمدينة فقرن مكة الله ومعوان وقدم في مثل سبول ثلاثة أو خمسة ومن الثاني من القبائل الأوسية والحسراجية وبيعوا وامر عليهم اثنى عشر نقيبا جهاجية صلاة الاثنين. وصلى الله عليه وسلم على حرمتين ودر الله سراقا وفتح على فيل الله وادا فاسحة قوائب ويابو به في العدل سلبة القويا وسل عمنا فامنا وياتر الله. اللهم صل وسلم وبارك عليهم ومن صلى الله عليه وسلم بكل علم وبني الحسين وردت يا لحم الغلبان منها فلم يكن هبه الحسين من سادك قد حوان فدر الاسد في البيت قد ولى جوان الريان فاستصنع بها حلبها فلا سوق لو قد بحلب لا سبنان ومسار بها ولو الله مولاه ووليا ودرت حلب وسنك كل من القوم واروان ثم حلب ملايينه ودره لدي آيات جليا فجاب بابني ورعب بنا فساب بها جميل وعنكسان وكان لنا لك هاسا ولهب من البيت لبيت بكرة لبنيا فقالت مر بن رجل مبرر وقسى جسمان ومأنا فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل علية بأن لنه الأمن أميت وتابعه ودنا وكريم صلى الله عليه وسلم المدينة والمسنين ثانية عشر سعر ربي أولي وشرقت بيرجه وسكيا وتلقى انصار وسلم بكم أي وساس مجل على تقوى الله. اللهم صل وسلم وبارك عليهم وكان صلى الله عليه وسلم كل الاشهر لكهلوك الساسات وصفات ثانيا مربو لكم يا بياد اللون مشرب بحمرات واشران اني اكلوا عدب الاسفار قدم لي سجاج حاجبا مفرج الاسنان واشرب معازن وسرج بني اسابيات هلاليا
سعد لدار رافع في بدن دم حسن لقنا بعيدا والنجاة وفي أصحاب الهداة والأفضلية الذين بذلوا نفوسا لله واتقون فضلا من الله وفي هملة سريتي والمناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقل والمال لإخلاص النية وتنجى لكل من الحاضرين الغائب نعمة لبه ومناه وتخلصنا من الشتوات ودواء القلبية وتحققنا من أهل مكرنا وتحققنا من أهل مكرنا وتحققنا يوم لا من المنام كرنا وتكفينا كل محرم وبلية ألا تجنا ممن هواه هوا وتنينا من خجاكين كتوفا دانية جنية وتمنى كل ذنب جنينا وتمنى كل ذنب جنينا وتمنى يوم لنا كل ذنب جنينا وتسر من كل من عيبه وجسه وحجره وإياه وتسهل لنا من سلم الستره وتهم جبنا هذا من هزيمنك السنية برحمة ومغفرة وتليم من سواك غنى اللهم إنك جئت لكل سائل مقاومة مشيئة ولكل راج ما عمل فيك ورجاء وكرناك راجين ما هبك لدنيا فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا يوم لنا ما منك رجونا اللهم آمين الرات والسيرات والرئية واجمع من سلح هذا الحيث في أحسن ليلة مباركة واجرة اللهم اجعل هذه البلدة وسائل البلاد إلا من آمين الصلاحية واسكنا قيسا يوم سيب سيبه سبا سبا وربا وقفين آله البرود محبرة المولدية سيدنا جفر من البلسنج نسبة ومنتمى وحقق الأوفار بالرجاء بالمنية واجعل مع المقربين وكيله وسكنا واستر له عيبه وجسه وحشره وإياه وكاتبها وكرم من سأسى إليها سمه وسقاه اللهم صل وسلم على أول قابل التجلي بحقيقة الكلية ولا آله وسبع من نشره وعلى ما شنفت العالم وسب الدرية بكرات جوهرية وتعلم صدور المفعال المفيد بوقود هلا وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ولا آله وسبع أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة قل بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين لو أبى الله منكم ومنا ومنكم تقبل يا كريم. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pembacaan Barsanji dalam rangka Mapaci pada malam hari ini. Selanjutnya yaitu kita adakan acara Mapaci. Insya Allah pada malam hari ini ada 9 peserta yang memberikan paci kepada mempelai. شيخنا الله ربي ارحم رب روحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم رب روحنا يا ربنا كمالي ماذا يعبر عن
لك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال مع السلامة في أمان شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا ربي رحم ربي
istri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan memancar, sejukkan hatinya. Aisyah sungguh manis sirah cintaku, bukan persis novel yang hanya cerita seru. Kau istri mulia, ya Aisyah mana Allah rahmat pilih rasul. Putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Mana sungguh terpuji akhlakmu dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah sungguh manis sirah cintaku, bukan persis novel yang hanya cerita seru. Kau istri mulia, ya Aisyah mana Allah rahmat pilih rasul.
Cendrawasi. Acaranya cukup sekian dan kami aturkan terima kasih. Atas nama Bapak Dr. Andes Haji Asril MSI beserta seluruh keluarga, mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran kita semua pada malam hari ini, dan apabila terdapat kekurangan kehilapan yang tidak berkenan di hati kita semua, mohon kiranya untuk dimaafkan. Saya atas nama pembawa acara mewakili tuan rumah, saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.